إخبارية جديدة من أونلايف، أهلا بحضراتكم. إلى تفاصيلها، حيث أكد الرئيس السيسي على تطلع مصر للاستفادة من خبرة المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة في إعداد كوادر شبابية مدربة. وخلال استقباله لرئيس المدرسة الوطنية الفرنسية، أشار الرئيس إلى رغبة مصر لإنشاء شراكة كاملة بين المدرسة الفرنسية والأكاديمية المصرية لتأهيل الشباب بما يساهم في إعداد كوادر إدارية مدربة على مستوى عال. من جهته، أكد جيرارد تطلعه للتعاون المشترك مع مصر لتدريب الشباب لتولي المناصب الإدارية، مشيدا بتجربة البرامج الرئاسية لتأهيل الشباب والكوادر الحكومية الجاري تنفيذها في مصر. ننتقل إلى كلمة وزير الخارجية السعودية عادل جبير على هامش مؤتمر ميونخ، نتابع. الكلمات الغير دقيقة التي ذكرها الخميني وثورة أطلقوا نظام طائفي في المنطقة، والنظام الإيراني يعتمد على الثورات ولا يؤمن بالمواطنة، وهذا الفكر خطر. هل إيران مستعدة لتعديل دستورها وتتخلى على فكرة تصدير الثروة وتؤمن بالمواطنة؟ لا أعتقد ذلك. إن الثورة الإيرانية هي نتيجة لحزب الله، وحزب الله هي منظمة إرهابية. الجميع يلوم إيران على المشكلات في المنطقة. ألا تفكر إيران؟ إيران هاجمت السفارة الأمريكية في بيروت. هل إيران هجمت على مطار في إيران؟ إيران قامت بأفعال إرهابية في أوروبا وفي أرجنتينا وفي الأرجنتين وفي مناطق أخرى. هل هذا شيء يستطيعون إنكاره؟ لا أعتقد ذلك. ألم تقم إيران بتدريب وإدارة الهجمات في السعودية في 1996، وهو كان أحد القادة في إيران، وثلاث قادة هربوا من السعودية وذهبوا إلى إيران. المغسل الذي قبضنا عليه منذ عامين كان لديه جواز سفر إيراني على الرغم من أنه مواطن سعودي. إيران تستضيف وتأوي الإرهابيين بعد اجتياح العراق في 2003 وبعد الهجمات في أفغانستان في 2001. ابن أسامة بن لادن هرب من أفغانستان. ابن أسامة بن لادن هرب من أفغانستان إلى إيران وقام بالعمليات من هناك للقاعدة. ألم تكن إيران في 2003 أعطت الأمر للهجوم على الثلاث أماكن في السعودية؟ يوجد مكالمات هاتفية مسجلة، وهذه حقيقة. إن إيران استأوت إيران آوت المجرمين، وهي تصدر الأسلحة التي تستخدم في قتل الأبرياء. هي أيضا تصدر الأسلحة التي تستخدم والصواريخ لقتل الأبرياء. نحن لم نهاجم إيران، ولكن إيران هي التي تهاجمنا. إيران أضعفت سوريا ولبنان والعراق وباكستان وأفغانستان والكثير من البلدان في أفريقيا، وهذه حقيقة. لذا إذا أرادت إيران أن يتوقف البلدان عن نقدها، فيجب أن توقف أفعالها، ويجب أن تحترم القانون الدولي وتحترم الأخلاقيات الدولية. والحديث عن الأمن واستقرار الخليج العربي، وهم يرسلون الأسلحة للحوثيين ويرسلون المحاربون لمهاجمة البلدان الأخرى ويبيعون المتفجرات للإرهابيين في البحرين، هذا تناقض مع كامل الاحترام لإيران. لذا إيران الآن على حق في أنها توضع عليها عقوبات. هذا تاريخ وهذا شعب، لا يمكن أن نتحمل أبداً.
أن نتحمل ثروة الثورة الخمينية ومبادئها. إيران تدعم الإرهاب، نحن لم نعاقبهم، ولكن النظام العالمي عاقبهم، والسبب بذلك لأنهم يقومون بإنتاج أسلحة باليستية. وسبب عقوبات إيران هي انتهاكات حقوق الإنسان، وأنهم فعلا يفعلون بذلك. لذا يجب أن يكون هناك تغيير أساسي في النظام الإيراني حتى يتعامل إيران بشكل كبقية بلدان العالم. لذا سنستمر في الدافع ضد إيران بقدر إمكانياتنا مع حلفاؤنا ومع قادة العالم العربي والإسلامي، ونتمنى أن تغير إيران سلوكياتها. لا يوجد خيار آخر. منذ 1979 نحن قمنا بمحاولة خلق صداقة مع إيران، ولكنها كل ما قدمته هو تخريب وتدمير في كل مكان. إيران تحاول أن تبيع وتهرب المتفجرات والأسلحة إلى بلدي لقتل مواطنيني. السعودية لم تأذي أبدا إيران، لأننا نؤمن بسيادة القانون، ونؤمن بشيء لا تؤمن به إيران على أي حال. لذا بعدما قال ذلك وبعدما قلت ذلك، أريد أن أقول التحديات التي نواجهها فيما يخص سوريا وفيما يخص اليمن وفيما يخص ليبيا، أعتقد أنها تحديات سنكون قادرين على تخطيها. إيران الآن محصورة وهي ويوجد هجوم شديد عليها من المجتمع الدولي نتيجة لممارساتها ونتيجة لإدارتها للقضايا الداخلية. ولكننا ندعم العراق، ولدينا فصل جديد من العلاقات معهم، وسنبدأ في الحركة الملاحية الجوية التجارية معهم، ونحن نتوقع العلاقات أن تصل إلى مستوى متميز جدا. فيما يخص اليمن، أعتقد بعد اغتيال الرئيس صالح الحوثيين الآن معزولون، واليمنيين الآن مجتمعون ضد الحوثيون. والتقدم في مجال الشرعية يتزايد، ونحن وضعنا دعم إنساني كبير لليمن من خلال الإمارات، وهو مليار دولار. نحن نعمل مع العديد مع المنظمات الغير حكومية العالمية حتى نضمن أن هذه المساعدات تصل إلى شعب اليمن. وأنا أؤمن وأتطلع للدور الذي يلعبه مبعوث الأمم المتحدة في اليمن حتى نقيم عملية سياسية بناء على قرار الأمم المتحدة 22/3، وحتى ننقل اليمن إلى مرحلة أفضل. نحن أيضا أعطينا ملايين الدولارات لإعادة بناء اليمن. لذا أنا أؤمن مع الوقت هذه القضايا ستحل بأنفسها في سوريا. نحن نعمل في العملية السياسية التي تقوم على تستند إلى قرار 22/23، ونحن نتوقع أن سيكون هناك ضغط على نظام الأسد حتى يتعامل مع الأطراف في سوريا، حتى ننقل سوريا تجاه الاستقرار. والآن في ليبيا نحن نعمل مع مبعوث الأمم المتحدة حتى نجعل الأولويات السياسية متحدة، وأعتقد أن هناك اتفاق بين القادة في ليبيا بشكل مستقبل ليبيا، و رؤية واضحة للتحديات التي يجب أن نواجهها. وأنا أتمنى أن نحقق الأهداف الموضوعة. أنا أنظر إلى المنطقة وأرى شباب وأرى تكنولوجيا وموارد بشرية كبيرة، وهناك قلاقل أيضا في المنطقة، وبمجرد أن تنتهي القلاقل ستصبح المنطقة مهيئة لنقلة فعالة نوعية، ونحن في قلب العالم، لدينا
ثروات وموارد، لذا يجب أن نتأكد أن السياسات التي لدينا هي السياسات التي تدعمنا، وهذه هي سياستنا في السعودية لـ2030، أن ننقل منطقتنا إلى الازدهار والتقدم المشترك. أشكركم على ذلك. شكرا سيدي وزير الخارجية. إذا مشاهدينا تابعنا هذا الجانب من فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، وكان الحديث في الآن مع كلمة وزير الخارجية السعودية عادل الجبير الذي تحدث عن انتهاكات إيران للمنطقة. النظام الإيراني لا يؤمن بالمواطنة ويصدر فكرة التطرف، هكذا قال. أيضا قال إن حزب الله منظمة إرهابية تدعمها إيران بشكل مباشر، وأيضا استطرد في حديثه حول إيران بأن إيران نفذت عمليات إرهابية في كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وإيران أيضا قسمت سوريا واليمن والعراق، وأرسلت أسلحة إلى الحوثيين لتهديد أمن الخليج. وأيضا قال عادل جبير مستمرون في مواجهة إيران بكل السبل والوسائل، ولا يوجد خيار آخر أمامنا. قوات الشرعية أيضا في اليمن مستمر في تحقيق التقدم، هكذا كان خطاب وكلمة وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في مؤتمر ميونخ للأمن. وإلى سياق النشرة من جديد، حيث تواصل القوات المسلحة والشرطة عملياتها في سيناء وجميع المحاور الاستراتيجية. وبحسب البيانات التسعة التي أصدرتها القوات المسلحة، فقد تم تدمير 213 هدفا ونحو 680 مخزنا وملجأ، والقضاء على 59 إرهابيا، فضلا عن ضبط نحو 1000 من المطلوبين والمشتبه بهم، من بينهم عناصر أجنبية. كما ضبطت القوات المسلحة أكثر من 100 سيارة ودراجة نارية كانت تستخدم في العمليات الإرهابية، وفجرت نحو 247 عبوة ناسفة. بينما تواصل القوات البحرية والجوية عملياتها لتأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية. وشاركت قوات المدفعية لأول مرة بقصف 68 هدفا للإرهابيين. أكد وزير الخارجية سامح شكر التزام مصر بوحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه، وخلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أعرب شكري عن استعداد مصر للإسهام في استعادة أمن واستقرار العراق في مرحلة ما بعد داعش. من جانبه أكد العبادي اهتمام بلاده الخاص بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين القاهرة وبغداد. وبهذا اللقاء يكون وزير الخارجية قد اختتم مشاركته في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، والتي عقد خلالها قرابة 20 لقاء استعرض خلالها الرؤية المصرية تجاه العديد من القضايا. وفي تصريحات خاصة لقناة أونلايف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إلى أن المشاورات بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السوداني إبراهيم غندور تتم باستمرار لتبادل وجهات النظر وبحث العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف سد النهضة، خاصة في ظل التطورات الداخلية الأخيرة التي شهدتها إثيوبيا. لقاءات بين الوزير الشكري والوزير الغندور متعددة وتأتي في أطر مختلفة، ولا نستطيع أن نقول أنها مقابلة رسمية، ولكنها كما أشرت لقاءات في الأروقة تستمر ربما لدقائق وربما لساعة كاملة. التشاور في المرحلة الحالية بيتركز على ملفين أساسيين. الملف الأول هو العلاقة الثنائية وكيف نمضي في سبيل تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس البشير في اجتماعهم الأخير في أديس أبابا، حيث اتفق على الألية الرباعية، واجتمعت بالفعل الألية الرباعية من وزراء الخارجية وأجهزة المخابرات في القاهرة، وكيف نتابع الملف العلاقة وإزالة الشوائب التي اعترت هذه العلاقة في المرحلة السابقة، وكيف نحصن هذه العلاقة أمام أي تحديات تواجهها. ولكن أيضا
المحادثة تشاور حول أيضا ملف سد النهضة على ضوء القرارات الأخيرة. نعلم جميعا أن هناك بعض التطورات التي حدثت في داخل إثيوبيا في المرحلة الحالية، على أساسها طلبت إثيوبيا تأجيل الاجتماع السداسي أو التساعي في بعض الأقاويل الخاص بسد النهضة، وكان هناك تشاور بين الوزيرين حول المسار وكيف نمضي قدما. أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن حل الأزمة السورية مرهون بعملية سياسية شاملة، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة سيمنع ظهور تنظيمات إرهابية جديدة. هذا هو الوضع الحالي في سوريا، به انقسامات وتفكك، وسيكون الوضع خطر جدا إذا ترك على هذا النحو ولم تعد الوحدة والسيادة للبلاد من خلال التعاون. فقد نجد بلقنة وانقسام أو حالة بلقنة متأخرة ناتجة من الانقسام، وأنا أؤمن أن كل البلدان ذات الصلة لا تريد ذلك، والحل هو العملية السياسية وعملية سياسية شاملة تثمر عن دستور جديد. والقضية ليست الأشخاص، ولكن القضية هي دستور سياسي جديد وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة رئاسية وبرلمانية، وهذا قد يجنبنا ظهور داعش جديدة والتي ستستغل الانقسام. والانتخابات قد تعطي فرصة حقيقية للعملية السياسية لتصبح الحل. جولتنا مستمرة، نلقاكم بعد فاصل. جددا، تمكن الجيش اليمني بمساندة التحالف العربي من السيطرة على 70% من وادي المسيني في محافظة حضرموت بعد معارك مع تنظيم القاعدة. وبحسب مصدر عسكري فإن العمليات العسكرية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر القاعدة، لافتا إلى أن العملية ستؤدي إلى خفض وتيرة الأعمال الإرهابية للتنظيم، وتمثل السيطرة على وادي المسيني ضربة موجعة للتنظيم حيث يعتمد عليه في إطلاق أعماله الإرهابية في حضرموت وفي المناطق الأخرى. قتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات الحوثي بنيران الجيش اليمني في محافظة الحديدة. وبحسب مصادر عسكرية فإن الميليشيات شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش في مديرية حيس، ما دفع قوات الجيش والمقاومة الشعبية لصد الهجوم. وفي تعز قصفت قوات التحالف مواقع للميليشيات شرق معسكر خالد بن الوليد ومواقع أخرى في قرية الهاملي. يدرس مجلس الأمن الدولي إدانة إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها البالستية إلى الحوثيين. وبحسب مسودة قرار للمجلس فإن قرار الإدانة الجديد سيسمح بفرض عقوبات ضد أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن. يبدو أن صواريخ ميليشيات الحوثي البالستية ستورط إيران أكثر فأكثر، فقد طرحت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي يدين إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها البالستية إلى جماعة الحوثي باليمن واتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات. دبلوماسيون ذكروا أن مسودة القرار ستسمح لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا فرض عقوبات ضد أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن، ويتعين الموافقة عليها في 26 من الشهر الجاري. وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أشهر لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة، في الوقت الذي تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، كما تحشد المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات إيران. نحث كل الدول على تصنيف حزب الله بكل مشتملاته كمنظمة إرهابية، وفيما يتعلق بدور إيران فإن ما ترونه الآن هو حقيقة حزب الله، وما كانوا يقومون به من حرب بالوكالة بالإنابة عن الإيرانيين، وما كانوا يتلقونه من زيادة في قدراتهم الصاروخية وتطويرها لتهديد إسرائيل بل وتهديد استقرار المنطقة كلها. وأرى أنه من المفيد لنا جميعا أن ننظر قليلا إلى الماضي ونرى ما تفعله إيران في المنطقة، وما تفعله يتطابق مع النموذج الذي يتبعه حزب الله ضد الشرق الأوسط الكبير من أعمال من شأنها إضعاف قوة الحكومات، ويريدون أن يبقى العالم العربي ضعيفا على الدوام.
فريق خبراء العقوبات المكلف من مجلس الأمن الدولي كشف في أحدث تقرير له أنه وثق مخلفات قذائف ومعدات عسكرية متصلة بإيران، من بينها طائرات عسكرية مسيرة، وقد تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة، الأمر الذي يدين إيران بشكل قطعي في وقت يخشى الأوروبيون من انهيار الاتفاق النووي إذا ما اتخذوا قراراً متشدداً تماشياً مع رغبة الولايات المتحدة. ختام الجولة إلى أبرز عناوينها. السيسي يؤكد تطلع مصر للاستفادة من خبرة المدرسة الوطنية الفرنسية في إعداد كوادر شبابية. شكري يلتقي نظيره السوداني ورئيس وزراء العراق على هامش مؤتمر ميونخ. الجيش اليمني يسيطر على 70% من وادي المسيني بعد معارك مع تنظيم القاعدة. تذكروا أننا دائما متواصلون على أونلاين. طابت أوقاتكم، إلى اللقاء.